معهد الفيدرالي للتكنولوجيا في زيورخ تحديدا في سويسرا بيديلك الفرصة او بيسمح لك انك انت تسافر الى سويسرا عن طريق برنامج بحثي حضرتك بتقدر ان انت تقدم عليه وبيكون ممول بالكامل من قبل المعهد اللي هو الفيدرالي للتكنولوجيا او اللي اختصاره باللغة الانجليزية ETH في زيورخ. وخلال الفيديو بتاعنا هنتعرف على التفاصيل والمميزات وهنعرف مع بعض ازاي ممكن اقدم على الفرصة المتميزة دي. بكرر لحضرتك مرة تانية ان البرنامج ده برنامج بحثي عن حضرتك بتقدر ان انت تسافر لمدة معينة، والمدة دي تحديدا شهرين في الصيف عشان خاطر تقدر ان انت تشتغل على بحث معين في المعهد ده. فرصة متميزة فيها مميزات مختلفة، هنعرف التفاصيل والمميزات والمستندات المطلوبة وازاي نقدر نقدم. لو حضرتك مهتم بالفرصة تابع الفيديو من البداية للنهاية عشان تعرف كل حاجة وتقدر ان انت تقدم بطريقة صحيحة. لو مهتم بفرص سفر للخارج يا ريت ما تنساش ان انت تعمل لايك، ولو لسه مش مشترك في القناة يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس على اول عشان يوصلك اشعارات بكل الفيديوهات اللي احنا بنقدمها. كمان جروباتنا على الواتساب والتليجرام بيكون فيها عروض مختلفة لو حضرتك حابب تشارك معانا. كل الروابط كل التفاصيل بتلاقيها موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو. خلينا نروح مع بعض على الطب بتاعنا نتعرف على كل حاجة بالشرح العام من حيث المعهد الفيدرالي للتكنولوجيا في زيورخ بسويسرا. دي زمالة بحثية بتكون في سويسرا مقدمة من المعهد نفسه، طلاب البكالوريوس والماجستير يقدروا يقدموا. الفترة بتاعت البرنامج هتكون شهرين من 1 يوليو إلى 31 أغسطس. آخر معاد التقديم هيكون 15 ديسمبر 2023. طيب إيه هي المميزات؟ إيه هي المميزات؟ حضرتك كشخص متدرب أو بتعمل زمالة يعني أنت هتحصل على راتب بقيمة 1750 فرنك سويسري، دي بتغطية نفقات السكن والمعيشة. كمان نفقات السفر والتأشيرة حضرتك بتقدر ان انت تحصل عليها بعد ما بتدفع تكاليف التأشيرة بتاعتك والسفر وتسافر هناك عن طريق الفاتورة اللي هتكون مع حضرتك، بتقدر ان انت تاخد التكاليف اللي دفعتها في السفر والتأشيرة. كمان هنا حضرتك بالنسبة للإقامة هيكونوا عاملين تخفيضات للمشاركين في الزمالة دي. كمان هيكون في رحلات استكشافية ثقافية دي بتكون من خلال الجهة المانحة بتنظمها. طيب هتسألني على المستندات المطلوبة، حضرتك هنا بتملى الابليكيشن وباللغة الانجليزية، بيان الدرجات بتاع حضرتك بترفقه، سيرة ذاتية بتكون مطلوبة منك، كل مقالات او الخطاب التحفيزي حضرتك بتقدر ان انت تكتبه داخل الابليكيشن. وهنا دي شروط التقديم، يا ريت ان حضرتك تقراها ما تتجاهلش جزء زي ده مهم جدا. يعني مثلا ملفات البي دي اف اللي الناس بترفقها ويكون ليها كلمة سر، انت مرفق ملف الجهة هي هتراجع الملفات بتاعتك عشان انت بتقدم على الفرصة، ليه تعمل لها كلمة سر؟ فدي حاجة من الحاجات المهمة اللي انت لازم تكون واخد بالك منها. كمان حضرتك لما تختار مجال بحث انت عايز تشتغل عليه تختار حاجة انت عارف فيها وفاهم فيها وتعمل عليها بحث، ما تختارش حاجة انت ما عندكش اصلا خبرة سابقة بيها. طيب هنا ده الموقع الرسمي، وهنا دي جميع مواقعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك تيك توك او هنا على التليجرام او الواتساب. هنا ده الموقع بتضغط عليه بتفتح معاك الصفحة الرسمية الخاصة بالفرصة بنتكلم عليها، كل التفاصيل الخاصة بالفرصة بتلاقيها موجودة هنا. كمان الراتب اللي احنا ذكرناه والمميزات موجودين هنا قدام حضرتك. طيب لو حضرتك عايز تسجل بتعمل ايه؟ بتيجي هنا معايا. طبعا هنا زي ما احنا اتكلمنا وقلنا بالنسبة للجزء الخاص بالأوفر كونتنت، هنا حضرتك بتلاقي في ادي البرامج اللي انت ممكن انك انت تقدم عليها والاورجنايزيشن اللي موجودة قدامك، تمام؟ طيب بعد كده هنا بتيجي معايا في ريجستر ناو، بتضغط عليها تبدأ حضرتك هنا بتتفضل تكتب ايميلك، تكتبه مرة تانية، اسمك اسم العائلة، كلمة السر كلمة سر مرة تانية، تقول له هنا ان انت موافق على الترمز بتاعتهم، بعد كده بتقول له نيكست. انا عندي حساب بالفعل فاضغط هنا على لوجن. طبعا انت بعد ما تضغط على نيكست هنا بيطلب منك ان حضرتك تكتب الايميل وكلمة السر وتبدأ ان انت تدخل مباشرة. انا هنا هضغط على لوجن عشان عندي حساب، ايميلي والباسورد بتاعه بقول له لوجن. بعد كده بيبدأ يدخلني على الابليكيشن بتاعي، بيقول ان انت successfully signed in، ان انا عملت حساب وكل حاجة تمام. هنا طبعا بيديني شوية حاجات انا ممكن اقراها لو عايز اقرا تاني، هم اللي احنا قريناهم قبل ما نعمل تسجيل، بقول له هنا apply now. طبعا حضرتك زي ما انت شايف هنا معايا بيقول لي ان احنا هنا عندنا 3 مراحل، تمام؟ انا هضغط هنا على اوكي بيفتح معايا الابلكيشن بتاعي، يكتب لي البيانات بتاعتي اللي سجلت بيها. هنا طبعا انا هعمل له اجري على الاليجابيليتي، طبعا انت لازم تقراهم وتحدد المربعات دي لان انت لو ما حددتش المربعات دي مش هتقدر ان انت تكمل الابلكيشن بتاعك. بعد كده بيقول لي الريسيرش اريا اللي انا عايز اقدم عليها كرغبه اولى ورغبه ثانيه، بختار الرغبه الاولى بتاعتي، بختار الرغبه الثانيه، بعد كده الرغبه الثالثه لو حابب ان انا اختارها تمام، مش حابب خلاص. بعد كده هنا الليتر اوف موتيفيشن بكتب الخطاب التحفيزي بتاعي، السيره الذاتيه بتاعتي، الاكاديميك ترانسكريبت مطلوبه مني بقدر ارفقها.
بعد كده بيسألني على الكرنت ديجري بتاعتي، ببدأ أقول له أنا في أي درجة علمية دلوقتي، ببدأ أدخل له البيانات بتاعتها، اسم الجامعة اللي بدرس فيها والدرجات بتاعتي والتحقت بالبرنامج إمتى، هتخرج منه إمتى. هنا بيقول لك لو أنت خلصت بكالوريوس، يعني أنت مثلا دلوقتي بتعمل ماجستير وخلصت بكالوريوس، فأنت بتدخل له بيانات البكالوريوس هنا، لكن لو أنت طالب في البكالوريوس حاليا فأنت بتدخل له البيانات دي كلها هنا الخاصة بالدراسة الجامعية بتاعتك، ولكن الجزء ده أنت بتسيبه لأن أنت مخلصتش بكالوريوس. بعد كده بيقول لك الكونتاكت ديتيلز، هنا سنك كام، هنا الجندر بتاعك إذا كان ذكر انثى، هنا الكونتري اوف ناشوناليتي الجنسيه بتاعتك، العنوان الحالي بتاعك. هنا بقى لو انت عندك اي اوردز انت حصلت عليها، اي كومنتس انت عايز تضيفها بتكتبها هنا. بيقول لك ازاي عرفت عن البرنامج ده، بتبدا ان انت تختار اي حاجه من دول مش هتفرق. بعد كده وات ميكس ذيس بروجرام اتراكتيف تو يو، ايه اللي مخلي البرنامج ده بالنسبه لك جذابه وانت عايز تقدم عليه، تبدا ان انت تكتب له هنا. بعد كده بتبدا تعمل شكل المربعات دي وبتقول له اوك اند نيكست. بعد كده هنا بتيجي معايا بيقول لك الكونفرميشن، في الجزء الخاص بالكونفرميشن حضرتك هنا انت كل اللي بتعمله ان انت بتضغط على سبميت يور ابلكيشن او كونفيرم ان انت بتقدم على الفرصه دي. ولكن قبل ما تاخد القرار ده يا ريت ان حضرتك تكون راجعت الابلكيشن بتاعك اكتر من مره بحيث ان انت تتاكد ان كل بياناتك مدخله بشكل صحيح. بعد كده بتنتظر النتيجه بتاعتك عن طريق الحساب اللي انت عامله على الموقع هنا وعن طريق البريد الالكتروني الخاص بيك. دي كانت كل حاجه عن الزماله، اتمنى شرحك كان واضح وبسيط. لو لسه عندك اي سؤال او استفسار ما ذكرتوش في الفيديو بتاعنا اتفضل سيب كومنتات احاول ارد عليكم جميعا قدر الامكان، واشوفكم في فيديو جديد على خير. سلام.